أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا في السعودية. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة لكن دافئة في عموم مناطق المملكة نتيجة لتأثر المملكة وعموم الجزيرة العربية بكتلة هوائية ذات درجة حرارة أعلى من المعتاد. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة حيث يسود طقس صافي 15 درجة مئوية، الملموسة 14، رطوبة منخفضة والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 29 ل 12، عرعر 26 ل 10، وتبوك 25 ل 12 درجة مئوية مع الطقس صافي ومستقر بشكل عام. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 32 ل 18، جدة 30 ل 23، مكة المكرمة 33 ل 22، والطائف 25 ل 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 20 ل 14، أبها 22 ل 12، وجازان 29 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام طقس صافي 30 إلى 14، حفر الباطن 31 إلى 18، والإحساء 30 إلى 14 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 28 إلى 16، بريدة 28 إلى 15، وحائل 28 إلى 12 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، ليلة سعيدة نتمنى للجميع وللقاء.